خوت مشيت بواحد السلسله ديال تقديم يعني العائله ديال الكلاسيكو، والعائله الكلاسيكو باش باش بطبيعه الحال كتمتاز فيها السيرفر ديال الفونكس. النهار خوتي جيت للكلاسيكو 4، كنت بريزونطيت الكلاسيكو العادي، هذا دابا هاد النهار غادي نبريزونطي الكلاسيكو 4. فبطبيعه الحال التقديم راني وليت كنقدم شنو فيه عاد كنعطي الجهاز. فالجهاز هو هذا، فيه خوتي 24 شهر ديال الفونكس، ديال يعني عامين ديال السيرفر ديال الفونكس. السيرفر ديال الفونكس راني قلت لكم داك النهار ثابت على الاسترا، وباش كيمتاز على السيرفرات الاخرين فكيفتح البين بين ديال فرنسا واحد جوج ثلاثة والماكسات، وشي مرات كيفتحهم غير الوقيته ديال المباريات او 12 ساعه وكيحبس. بالنسبه للاي بيات فيه 12 شهر ديال الديما لايف، وفي وكيت اكسيفا ب 800 واط، 12 شهر ديال الديما فولد ديما فولد يعني الافلام، و 12 شهر ديال لي سيري. واش ملتي ستريم؟ نعم ملتي ستريم، يعني كيقبض القنوات الارضيه اللي كتبت مجانا عبر الساتيليت بحال يوتيسات دوبل في 5 اللي فيه القنوات الايطاليه والقنوات الفرنسيه والقنوات اليونانيه. كيطلق حتى القنوات اللي كاينه في اليوتيسات 21، وكيطلق القنوات اللي كاينه في الاكسبريس 14، وكاينه القنوات اللي كاينه في سباسات مازال ما جربتهاش، لان هذيك خاصه واحد الخاصيه تنجربها ونقول لكم مازال ما جربتش، يعني القنوات الاسبانيه اللي فيها الشك. غنبريزونتي الجهاز. فالجهاز هو هذا، غادي نخليه ابار نحيد. فبطبيعه الحال فيه واحد الشارجور ديال شحال فيه، فيه 12 شهر واحد امبير او 1000 ملي امبير. الى جينا الكلاسيكو واحد ففيه تقريبا الكلاسيكو العادي، نسيت داك النهار ما ذكرتش الثمن. فالكلاسيكو عادي فين راه الكلاسيكو عادي؟ والله ما عرف فين درتو. هو هذا، فهذا الثمن ديالو 190 درهم 200 درهم، يعني ما كيتجاوز. كاين اللي كيبيعو 220، كل واحد الله يسهل عليه. الكات اللي فيه 24 شهر غنكملو فيه تيليكوموند، وغادي نعطيكم الثمن. التيليكوموند بحالها بحال ديال الكلاسيكو العادي، تيليكوموند كاينه كابل اش تي ام ان سميترو العوينه كما كتشوفوا، جوج لصاقات واحد اللعبيتي كفين كتلصق. صافي هنا خوات الكارطونه، غنجيو الجهاز. الجهاز الخوت كلاسيكو الكات هو هذا، هنا غادي ندورو، هنا مسائل ديال التهويه. اللي باغي يشوفو باش يتعرف عليه مزيان، فهو مختلف على التركيبه ديال الاخرين، ففيه مدخل الطاقه في الجهه طويله ماشي الجهه العريضه، ففيه المدخل ديال الطاقه والمخرج ديال التلفازه عاديه. شحال الخوت؟ المدخل ديال الطاقه والمخرج ديال التلفازه عاديه. الى جينا من الخلف فيه بور ديال اليو اس بي، والمخرج او المدخل ديال ال ان بي، يعني اللي كيجي من الطبسي هذا ال ان بي، وفيه مخرج ديال اليو اس بي، ففيه يو اس بي وحده اللي فيه. هنا الى جينا الجهه الاخرى ففيه الار جي 45، هادشي باش كيمتاز، وفيه المخرج ديال الاش دي ام اي، والبلاصه ديال العوينه فين دير العوينه. بالنسبه للخوت الثمن، غنقول لكم قبيله الثمن، ولكن غادي نزيد نتيقن باش ما نغلطش. الكلاسيكو كات، كلاسيكو كات عندنا هنا سات الكلاسيكو كات، الثمن ديالو راه كثر 250 درهم، لان فيه اللام انا قلت 220، فهذا اللي فين راه هذا اللي يقدر يوصل حتى ل 220. الكلاسيكو واحد، كلاسيكو واحد انا نزيد نيقنا 190 درهم 200 درهم 210 220، هذا هو اللي يحدو 220. هذا لا، هذا فيه حيت لان شكيت، لان فاش كيتزاد الكابل ديال ار جي 45 راه كيتزاد الثمن، فالثمن ديالو ما بين 250 260 270، ما كيفوتش 270، وكاين اللي كيبيع بكثر. المهم حنا غير عطينا الثمن تقريبي، فعندك 250 260 270 هذا هو الثمن يعني لحدو. الى لقيتو كثر فعرفوا بان بعيد على كازا، فراكم عارفين الترونسبور، راكم عارفين شنو. صافي الخوت هادشي اللي كاين. نعاود شنو فيه؟ في عامين ديال الفونكس، في عام ديال ديما لايف يعني تطبيق واحد، كي سيبورتي الام اي تي في، فيه اليوتيوب، فيه اليوتيوب كيدز،
ميلتي ستريم. نعم ميلتي ستريم. غير واحد الحاجه مازال ما سيتش القنوات الاسبانيه اللي كاينه في الهسباساس، اما الاخرين فراه كيقبطهم ديال فرنسا كيقبطهم. وعلى فكره فراه ناقلين الالعاب الاولمبيه مجانا، ناقلين حتى يعني حتى الاورو مجانا. الام اس الام سي ناقله بعض المباريات والتي اف ام، والراي ديال ايطاليا اللي كاينه في اليوتيلسات دوبل في 5. الاكسبريس مازال ما عنديش شي معلومات عليه، يعني الاورو غتفرج له تفرج له. يعني الا درتي الاسترا ودرتي اليوتيلسات دوبل في 5 ودرتي الاسباسا تتفرج في جميع المقابلات سالينا. يعني عندك ثلاثه الاقمار، اللي عنده الناس اللي عندهم اربعه الاقمار ما باغيش يحرك على النايلسات الا عمر الفي اي بي راه تما. لكن الناس اللي عندهم هاد الاجهزه ديال الفونيكس استرا الهسباسات اليوتيلسات دوبل في 5 النايلسات هادو كافيين، يعني باش تفرج في الاورو كافيين. نعاود الهسباسات اليوتيلسات دوبل في 5 النايلسات الاسترا. بغيتي تقلب ما بين الاسترا والهوتبورد قلب ما بين الاسترا، فإلا ما عجبكش الاسترا دير الهوتبورد. يعني انا عطيتك التشكيله. بالنسبه للهيلاسات 39 درجه هي هذيك 39 درجه، فالقنوات المجانيه فيها الاو ار تي 1 و2 و3 و4 رانا قليل الماتشات فابور. صافي هادشي اللي كاين الخوت، شنو قدمت هاد النهار باش ما نتلفوش على الموضوع ديالنا. الكلاسيكو 4 ايكو لان كلاسيكو 4. الثمن راني عطيت الثمن اخوان، واش ما تقولوش ما تكرش الثمن. هذا 190 200 210 220، هذا 250 260 270، كاين اللي كيبيع 280 290. الله يسهل عليك خوت تبارك الله عليكم.